استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في لقاء أخوي ودي كل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وسمو الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات، حيث تم التوافق بشأن استمرار التنسيق والتشاور إزاء كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف توحيد الرؤى والتحركات ودعم العمل العربي المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومي العربي. كما هنأ السيد الرئيس وسمو ولي عهد أبو ظبي جلالة ملك الأردن على نجاح العملية الجراحية التي أجرها مؤخراً، متمنين له دوام الصحة والعافية، فيما أعرب جلالته عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة التي أبداها شقيقاه المصري والإماراتي. وقد رحب السيد الرئيس بشقيقيه الأردني والإماراتي ضيفين عزيزين على مصر، معرباً سيادته عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري الممتد بينها، ومؤكداً تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات والانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس العلاقات الممتدة وتحقيق المصالح المشتركة وتصب في خانة تعزيز العمل العربي المشترك. كما شهدت المباحثات كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنسيق القائم بين الدول الثلاث في هذا الإطار، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والدور العربي في هذا الصدد، حيث تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية